اصحى الصباح شفت امك وابوك وشفت الجبل. وقالوا بيحملوها زي ما زمزم لمسافات قريبه. الناس هنا طيبه شديد وناس عفويه وعايشه بالطريقه القديمه، وده سبب في جماليات المدينه ذاته. الفرق هنا الجبنة هنا في توتيل الأصل، الجبنة عندها تقاليد. حبيت عشانك السلام خليك دياري عشانك عشق طهر أول مرة طبعاً أنا جيت من منطقة ما فيها جبال، لما جينا هنا لقينا الجبل يعني وصل بيوت تقريباً، أو أنت من الجبل بتنزل في البيوت. أسأل أنت من بيتك بتشوف الجبل، يمكن تكون في صخرة في حوش بيتك. فالسكن هناك بيكون مرتفع نسبة الموية المدفقة من الجبل في فصل الخريف، البيوت بتكون مرتفعة شديد يعني عن الأرض لمسافات. جبل ختمية ده محتضن كسلة زي كأنه الأم الرؤوم، مش أم عادية. جبل الختمية مهيب وآية من آيات الله على الأرض. ده المكان الوحيد اللي أنا بحس إنه أنا مرتاح، أنا في حمايته. منطقة تستحق إنه الواحد شنو بيكون ساكن جوا، خليك يجي كل يوم. طلوع الجبل ده فطرة زي لعب كرة القدم أو كده، أو يعني داير معرفة، داير زول مربى في الجبل عشان يعرف أطلع. مهما كان الزول قوي ولياقته البدنية عالية، في خبرة ترسخ فيك أنت، يعني خدت رجلك دي ذاتها ليها أثر حتة معينة أو طريق معين. أول مرة أنا كان طلعت الجبل كان كنت في الابتدائي، يعني كنا أطفال فبنطلع شلة كده، بنطلع شنو الجبل، هو يومنا غالبا بينتهي في الجبل، بنلعب في الجبل، بنسك القرود كده. فكل يوم بنحس انه مشينا زيادة من الـ من الـ من الـ من الحتة اللي مشيناها اليوم اللي قبله. فقاعدين بنتونس كده، قلنا الليلة بنطلع القمة. حصل له اتحركنا كلنا كده شباب، معانا بيشيل معانا جركنات موية صغيرة كده، وبيشيل معانا أكلنا زوادة وبنطلع. القمة دي وصلت أنا بزي ما تقول كده غلاط مع زول، أو تحدي مع زول، وتحداني إنه تمشي وما تمشي، وأنت سكت وزات ومشيت بالقمة. فبجد يعني مناظر صادفتها مناظر عجيبة فوق، وحاجات ما شفتها قبل كده في الجبل، لأنه الطريق كان طويل وصعب شديد. وإحنا طالعين أنا يعني اتزنقت في حتة ما قدرت أطلع لقدام ولا أرجع ورا، يعني أنا غرابة ساعتين أنا واقف ماسك في الحجر وبشنو يعني حاسس إنه خلاص ده خلاص أنا الليلة ده آخر يوم في حياتي. فالمهم عندي عمي هو بنفس العمرية يعني كده، وكان معاي فساعدني عديت الحتة دي وما رجعنا، ما في شنو طلعنا الغمة. اتذكر المويه انتهت واحنا جعانين وعطشانين، ونحن في غمة الجبل فوق ومغربت، يعني احنا نازلين كلنا أربعة ولا خمسة نازلين وخايفين، يعني خوف غريب. المشوار كان طويل جدا، وقد يكون ما كان فيها نحن بنحس بألم ولا تعب لأنه كان شباب، والمشوار كان بعيد جدا. يعني الحاجة اللي يمكن أرهبتني شوية كده إنه
حتى مغرب عليه الواطة وتظلم عليه الواطة هنا فوق ما ألقى طريق للرجعة تاني. فأنا مشيت وأنا ما أعرف طريق الطريق اللي مشي بيه، لكن على حسب التحدي وصلت طوالي ووصلت الحمد لله، وواجهتني صعوبات شديدة فوق يعني من نقص موية وعطش، في طيور جارحة فوق زول يعني صعب إنه يكون قاعد في حتة زي دي، حتة مكشوفة حتة عادية جدا، في طيور جارحة كبيرة جدا ممكن يعني بحجام كبيرة يعني كان في خطورة علي يعني. وإنت في قمة الجبل بتشوف منظر غريب لكسل، يعني أنت في يعني أكثر من 1200 كيلو أظن الجبل ده، فأنت فوق بتشوف يعني الختمية تحت وبتشوف كل المدينة بخضارها بجمالها بسواقيها بالقاش بالضريح، بتشوفها حاجة يعني زي النقاط كده. اتكررت الطلعة دي تاني بعد أسابيع، فأنا من جيت الحتة نفس الحتة اللي أنا زنقت فيها جيت ماشي برجولي في الحتة دي، فأنا مستغرب يعني زنقت فيها كيف المرة اللي فاتت. بقت تاني رياضة يعني، إحنا بقينا نطلع الجبل تاني رياضة يعني، بنمشي في ناس يعني عندها يعني أسبوعية ممكن تطلع قمة الجبل دي. في تسميات طبعا في الجبل، حتات معينة الناس بيمشي لها يعني، فالحتات دي انت داير لك طريق معين تسلكه يعني، كان زول جديد بتطلع ممكن يطلع قبالك ممكن بمسافه بعيده يعني ضعف المسافه تطلع انت، لو طلعت طريق مختصر ثاني فداير خبره طلع الجبل، داير خبره. طبعا انا بحكم سكني قريب للجبل في ارتباط وثيق بالجبل شديد يعني، ان احنا يعني طبيعتنا يعني بنمشي له يوميا لبنا كل لبنا ميل على مدى سنوات يعني من احنا صغار نمشي يوميا ما حصل ملين عن الجبل ده، لأنه بتلاقى بين ناس جداد وزوار جداد وحتى أي زول أي ضيف جايينا هناك بيقوم يصلنا عشان نقوم نودي الجبل يعني، يمكن في الأسبوع 5-6 مرات تقدر تقول بنمشي الجبل إحنا. الواحد يعني شاف الدنيا شاف الجبل قدامه يعني زي يعني عرف قبل ما يعني قبل ما ينطق اسم بابا وماما شاف الجبل مع اللي ده، فبقى حاجه في ذهن الزول او في يعني حاجه مهمه يعني، يصحى لازم بيلقى قدامه شنو الجبل، اصحى الصباح شفت امك وابوك وشفت الجبل، فالارتباط ده يعني نحن كبرنا فبقى شنو نفس يعني نفس الاحساس واحنا صغار يعني، احنا بنمشي الجبل عشان نلعب، بقينا كبرنا ومحتاجين للجبل. أحمد إدريس صالح ناير تاجر فخار. الفخار ده أصلاً هو من طين اللي هو بيجي يكون في البداية طين، حتى بعد ذاك بخش النار يتغوى يطلع، بعد ذاك نحن نقوم ننقش النقاشات الشايفة قدامك. توتيل بالنسبة لأهل كسلة تعتبر يعني منفذ كده يعني، وتعتبر حاجة تاريخية يعني قديمة يعني، توتيل الواحد يلقى فيه يعني إراحته يعني، حتى في بعض الشعراء بيجوا هنا ويكتبوا يعني. منظر جميل، منظر رائع، منطقة الواحد بيرتاح فيها، رغم إنه الزيارة بتكون قصيرة لكن أنت بتحس بدواخلك إن أنت مرتاح في هذه الولاية. توتيل أول من يجيك زائر من خارج منطقة كسلة حتوديه توتيل، حيرتاح حيلقى راحته على حسب المعامل الناس اللي بيتعاملوا معاه والطبيعة الموجودة فيه يعني. زيارتي الأولى كنا معجبين، الجبل فيه شنو ما بعرف والموية جارية ونزلنا واحد زول عربي كده نزل جرد الملاو لنا موية دانا شربنا قال عشان تمشوا وتجوا تاني. زي ما انا قلت لك يعني بتحس يعني بدون ما تتكلم معاهم بتحس انهم مرتاحين لك يعني. احنا لما جينا واستقبلنا استقبال من الناس اللي زرناهم استقبال رائع. في زوار بتيجي توتيل من برا الولايه مثلا زي العرسان يعني، الواحد بيجي شهر عسل بيجي قاصد كسله عشان بيزور جبل توتيل.
عثمان إدريس، عثمان محمود. أنا من مواليد الخاتمية هنا وجوار الجبل، يعني تربيت هنا، كبرت هنا، ترعرعت هنا، اشتغلت في حاجة يعني مهنة التصوير. أنا ببدأ الشغل من الصباح الساعة 8، من 8 أنا أكون متواجد في الجبل، لأن توتيل شغالة طول اليوم 24 ساعة. لكن الزباين غالباً ما يقصدوا جبل العصر، المهنة بتتحرك العصر. واشتغلت في نفس المهنة في توتيل، بقى الرابط بينه وبين توتيل أكبر، بقى الجزء الروتين اليومي، بقيت أصابح الجبل أماسيو، يعني بقت خلاص جزء لا يتجزأ مني. والله بيرتبطوا المكان أول حاجة لأنه فيه مشايخهم، المشايخ ديل ذاتهم الأرض بيطؤوها دي، أرض محمودة عندها حيرانهم ديل أو مريدينهم. الناس بتتواصل من غير أفراح عادي، يوم الجمعة أنت بتلقى جارك بيدق الباب بيخش بيسلم، من الصباح عادي أنت ممكن تمشي بيت الجيران تشرب الشاي هناك. أنا كنت على طول يعني زمان بشرب الشاي الصباح ده في بيت الجيران، ما بشرب في بيتنا. في نسيج اجتماعي مترابط شديد، يعني في 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 ترابط شديد وتكاتف مع بساطة الناس وبساطة إمكانياتهم كده. لكن في الأسرة الموجودة في الجبل أو الشباب عامة أو الناس اللي حوالين الجبل مترابطين ترابط شديد. يعني يعني عندنا نحن انت محلك فوق كل شيء، وتنزل دار تمشي تتناول حاجة أو عندك موضوع عايز تمشي، جارك ممكن يتم لك شغلك كله. بتاع الفخار ممكن يبيع له بتاع الجبن، أو بتاع الجبن ممكن يبيع بتاع فخار عادي، يعني ما في يعني ممكن زول يخلي عمله يركب معك يوصلك توتيل. يعني بتحصل كثير وحصلت معانا نحن، بنعرف ناس من شتى بقاع السودان جو تعرفنا بهم هناك. يعني واحد بيجي تكون قاعد قدام البيت يا اخي انا ماشي الجبل، بتحس انه في صعوبه في الشوارع، او ممكن يمشي بشارع مقفول يدعب يرجع ويقوم تركب معه. اي من ما انت بتدخل وانت في الطريق جاي من البيت، بتبدا من البيت وانت طالع بيسلم لحد ما تصل توتيل المدخل توتيل. فهنا في الجبل في حاجه ظريفه جدا جدا، انه خلين اولاد الخاتمية بيدخل من غير ما يقطعوا تذكره. فاوكي ده عارف الناس دي كلها ده من الخاتمية او لا، فهو من هناك ممكن يكلم الرجل يقول له ده خلاص ده يبقى ده من الخاتمية. هنا في كسلة موجودة لا زالت، أسر مترابطة، نظام أي بيت تخش بيتكم خلاص، زمان تبي تنوم هناك بيشيلوك بيرجعوك بيجيبوك المسيا تبيت قبلك عادي ما في حاجة. الناس هنا طيبة شديد وناس عفوية وعايشة بالطريقة القديمة، وده سبب في جمالية المدينة ذات. الصورة دي قد تكون في مجتمعات تانية اختفت. في أي ملم فرح أو كره أو كده، فترابطه مميز يعني أكثر من كل الأماكن اللي أنا شفتها. يعني الترابط الموجود هناك ترابط أكثر من الناس تحسبها كلها أخوان أو أولاد خالات على ما أعتقد. يعني حاجة كده مميزة جدا جدا، حاجة بتلقاها في كل حتة. اسمي محمد إدريس محمد آدم، من سكان كسلا الخاتمية القديمة. القهوة دي يعني بدايتها كانت بسيطة جدا، عبارة عن كهف كانت جوا، عندنا صخرة هنا جوا كهف كده. الكهف ده كنا قاعد نعمل فيه عصير شكل قهوة كده بداية كده، ومن 87 كانت حاجة بسيطة كده بنمارس القهوة والبارد، ما في حاجة كانت زمان طبعا المنطقة دي كلها صخور، حتى الممرات اللي بتطلع بها الجبل كانت شايكة كانت بسيطة جدا. طبعا الكافتيريا دي أقدم كافتيريا في الجبل، يعني ما كان في الجبل ده في أي حاجة غير الكافتيريا دي.
دي كافتيريا توتيل، فكانت حاجه بسيطه وصغيره، وكنا بنجي يعني العصريات بنقعد هنا في الكافتيريا وبنلاقي الاصحاب هنا. حاولت انه اطور الفكره بتاعتي شويه شويه شويه، كل مره نردم ونكسر حجار وننحت الصخور دي ونطور شويه شويه. الزول اللي بيسأل هنا بالجد يعني بنقوم نقدم له القهوة بيطلب أكثر حاجة. طبعاً الترويج هنا بتشرب الناس قهوة تيجي جاهزة معظمها. القهوة دي طبعاً قهوة ما عادية، يعني قهوة هي في شوف معمولة بموية توتيل وتشربها في قمة توتيل في الجبل تشربها فوق، فعندها نكهة خاصة فالناس تستمتع بها شديد. مجرد ما الزول بأسرته يجي قاعد بأطفاله بعسام مثلا يكون قاعدين في حلقة كده بيتونسوا بيدردشوا بيشربوا في القهوة فيكون مستمتعين شديد. أول ما تصبح الصباح أنا بجي بطلع من البيت بشرب الشاي بجي بشرب القهوة هنا في توتيل. عندنا جبل الصباح دي ما بيشربوها إلا الناس اللي عندهم علاقة رصيدة جدا بالجبل، يعني حتى في ناس المنطقة الزول العلاقة بسيطة جدا بالجبل، حتى هو اللي بيشرب جبل الصباح هناك. الفريق هنا الجبنة هنا في توتيل الأصل، الجبنة عندها تغاليد، عندها طقوس، إنك أنت بتشرب الجبنة بطريقة معينة، بتشرب في جبنة فخار فشار القعدة الأصحاب. الجبنة أصلا هي ونسة البن، ايوه كيف هو نسى. الجبنه شربت برا ممكن تكون جبنه عاديه، ممكن يشرب في خرطوم، ممكن يشرب في اي حته ثانيه، لكن في توتيل بشرب الجبنه بجوها بمويه توتيل، يعني في الكيف بتاع فيه فرق ذات. فبيجي خاش جوا في كافتيريا في قهوه برا عند المدخل بتاع الشيخ، بقعد هناك الصباح بشرب القهوة ويتونس مع الشباب. الصباح طبعا ما في زوار كتار، زوار كلهم زوار مسا، فنحن بنصل الصباح لأنه نحس إنه مميزين يعني عن باقي الناس. الناس الجنب ديل عندنا طقوس خاصة هناك الصباح بنعملها. معنى توتيل باللغة البيجاوية توتيل توتيل في لغة البيجا يعني تنقط. بير توتيل من يعني من أجدادنا نبع ثابت يعني ما بينقطع. البير طبعا هي يعني بير قديمة يعني أثرية، الناس كانت قاعدة تشرب منها تستحمى منها، حتى الأحياء زمان كانت قاعدة تشرب منها، يعني موية عذبة موية نقية موية سمحة شديد. فأي زول يعني في ناس بتشيلها في مواعين وتمشي بها، وإننا في ناس يعني بتقرب لها شديد يعني بيحبوها. وجود النبع بتاع المويه ده باستمرار، والناس بيتناول منه المويه وبتشرب منه، في بيكون باعتقاد إنه هو شفاء له، في الاعتقاد إنه يعني بيمثل له يعني حاجة جميلة يشرب عشان يجي راجع زول البلد تاني. والحكمة بتاعت البير إنه المويه كانت جاية طوالي ما وقفة. أول حاجة ما خشيت توتيل شربت جبنة جبنة بطعم مختلف مميز جدا. تاني جيني شرب من موية توتيل من البير، الحاجة تشرب تنزل الدلو في البير تطلع الموية تشرب من موية توتيل. الموية فيها سر إنه هي فيها ويلف وفيها علاج باعتبارها يعني نبع، زي ما قال الشاعر أسقيك مياه توتيل عشان تعود ليا حقيقة. يعني يقول لك أي زول شرب موية توتيل بيجي راجع تاني. وكانوا بيحملوها زي ما زمزم، بيحملوها في يعني قزايز ويحملوها في ما كان في الباغات دي برضو، يحملوها يعني في جراد مغطية لمسافات قريبة وكده. نبع من وين؟ ما بتقدر تعرف من وين بالضبط. في عين تحت في البير ذاته متصله كان بمواسير، شوال ايطاليين
لكن هو نبع طبيعي، نقول له نبع طبيعي واضافوا فوقه وعدلوا فوقه. له ارتباط بحته اسمها جنة جنة، فوق برضه فيها مويه، العين مرتبطه بجنة جنة. ذاك طبعا موسمي، فتره الخريف وفتره الشتاء بتجي منه الناس لمويه وسط الصخور كده متكركبه، بتجي المويه دي. المويه دي طبعا احنا زمان بنقيل فوق جنبها، يعني نشرب منها مويه فيها تلج، تقول بارده شديد، مويه عذبه شديد حلوه، بعدين تديك احساس انه فيها نكهه بتاع بخور، بخور العدني ده، النكهه بتاع المويه بتاع ذاتها يعني. والله الحاجات اللي في الجبل، في اثار في الجبل عامه، في اثار على منطقه الضريح، يقال انه للسيد الحسن الختم، هي عباره عن اثر الخف مركوب وحدوه حصان صوت، فهو مزار كان الناس بيزوروه الحته دي، وكان بيقولوا انه يعني دي حاجه حقيقيه. وفي صخره فوق برضو بيقولوا دي انه برضو سقطت يوم او وقعت يوم وفاة السيد الحسن الختم. هو جبل كان قبل الإضاءة دي والشغل بتاع الكهرباء والكشافات دي كان بيقفل المغرب، لأنه بعد المغرب الجبل بيقفل، هنا بيظلم خلاص. من جات الكهرباء بيجي يشتغل للساعة 10 11 بيكون شغال. كشافات طبعا بالليل تشتغل، لأنه زمان لغاية المغرب حدنا كان للشغل هنا، خلاص بعدها كنا بننزل. لكن تاني الخدمة اتطورت، أضافت فيه إنارة بالليل، يعني الشغل بدل كان لغاية من الصباح لغاية 6 أصبح لغاية الساعة 10 بالليل. أنا شايف في الكهرباء وبسم الله ما شاء الله، وفي موية غير موية البير، في موية عشان يعني تساعد الناس دي في الغسيل في الرش، في ففي في في تقدم. الجبل عنده طبيعة يعني تختلف عن باقي المنتزهات، عن باقي الأماكن، بتتحرك بحرية. يعني هو متنفس بجد، يعني بيقى للضيف، بيقى لإنسان المنطقة ذاته. يكون في لقدام في المستقبل لو في إمكانيات بيكون في التلفريك، تنقل الناس لفوق، يعني لأنه في حتات فوق جميلة الناس يمكن ما يقدر يطلعوها، أو المكان صعب شوية للإنسان العادي، محتاج يعني محتاج تطوير أكثر من كده. تبني فنادق، الفنادق هتكون هي تراثية أكثر من إنه تشيد لعمارات، أو تكون فنادق مكونة من طابق أو طابقين وتكون تراثية عشان تعكس تراث المنطقة، تعكس البيئة. يعني غرف مكيفة و المطاعم تحت، خدمات المشروبات الباردة والساخنة. والله الجبل ده من أسراره إنه يعني لازم تشوفه يومياً. كان ودتك الظروف بعيد أو مشيت حتة بعيدة، يعني ممكن تشوفه عداك في تلفزيون، في صورة، بيجيك إحساس، يعني بيجيك إحساس إنه أنت محتاج تشوفه من قريب. أو أول ما تيجي كسلة، أنت داخل كسلة، كان أنت زول من ناس الجبل وساقتك الظروف بعيد، أول حاجة تحس بها إنه أنت عايز تشوف الجبل، وتكون بتشابه عشان تشوف الجبل، ولو تأثير الله نفسه عجيب يعني الناس المحيطين به. نحن نملك بالجبال دي إهرامات بتمثل لنا إهرامات تانية.